أكيد. آه وعلم الإنسان ما لم يعلم طبعا. فعندنا مثال تاني، مارجريت تاتشر مولودة في 13/10/1925، مجموع تاريخ الميلاد ده يدينا 4، مع إن 4 رقم نحس من الأرقام النحس زي 4 و8 كده، والمفروض اللي اسمه يعمل 4 يعدله. يعني 4 و8 ده رقم نحس فلكيا؟ لا ده على مستوى العالم. 4 و8 دول رقمين نحس، مش ال 13. ما هي ال 13 لو جمعت الأحد على 10 تديك 4، اه وال 17 لو جمعت الأحد على 10 تديك 8. فاحنا نتلاشى الارقام دي على الاقل لو مش هغير اسمي او مش هعمل عمليه تصليح، ما تعاملش مع اي حد اسمه يعمل الرقم 8. لو جيت تشوف روح العدد نفسه، الواحد في 8 ب 8، طب لو ضعفت ال 8 دي، واحد عامل 8 اتجوز واحده عامله 8، الاثنين في 8 ب 16، اجمع احد على 10 7، انا ضاعف 8 من هنا الناتج يقل من هنا. طب ال 3 في 8 ب 24، 4 و2 6، كل ما زود اضاعف الثمانية كل ما الناتج يقل، وتبقى الحالة في النازل. لما واحد يبقى اسمه عامل 8 يتجوز واحدة عاملة 8، يصاحب واحد عامل 8، يقعد في مكان عامل 8. الطاقة الرقمية لا تخطئ، 1+2 بيساوي 3 في أمريكا، في أستراليا، في الهند، في قرية من الكرة، في ناجع من النجوع، في عزبة من العزب. طاقة الأرقام لا تخطئ، ومبنى عليها كل التكنولوجيا الحديثة اللي احنا عايشينها.